الخير الذي فهمته وحفظته وعرفته بلغ الآخرين، زوجك، أهلك، جارك، قريبك، من يتيسر لك أن تخبره، حتى تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هاديا مهديا. يقول يا شيخ: إذا تبين للمصلي بأنه انحرف عن القبلة قليلا وقد أدى عدة صلوات، فهل يعيد الصلوات؟ ما يضر الانحراف القليل، لا يضر، إلا إذا كان يرى الكعبة. إذا كان يرى الكعبة فلا يجوز ينحرف عنها، تبطل صلاته إذا انحرف عنها. أما إذا كان لا يرى، يكفي أن يصلي إلى الجهة، إلى الجهة التي فيها الكعبة، ولو حصل منه انحراف يسير فإنه لا يضر. نعم.